يقول قال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم، أي والله لقد جاءكم، نعم، رسول من أنفسكم، يعني من البشر، مثل مثلكم، تميز عنا بالرسالة، ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام، عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه كل ما يشق عليكم. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام موصوف بهذا الخلق العظيم، بادل غاية الجهد في دفع كل ما يضر بنا ومنه الشرك، نعم، وبادل غاية الجهد في جلب المحبوب المستفاد من قوله حريص عليكم، وما ترك شيء يقربنا إلى الله إلا أمرنا به، ولا شيء يبعدنا عن الله إلا ونهانا عنه، نعم. لو ننظر في وظائف النبي صلى الله عليه وسلم التي أسندت إليه، ماذا كان يسمع عليه الصلاة والسلام؟ هو نبي ورسول عليه الصلاة والسلام، نعم، تلقى الوحي من جبريل، يحفظ القرآن، هو رئيس الدولة، هو وزير الداخلية، وزير الدفاع، نعم، تقريبا يعني، نعم، هو إمام المسجد، هو المعلم، هو المفتي، يقوم بشؤون أهله، وظائف كثيرة جدا، قام بكل وظيفة أكمل قيام. لعلك انت وظيفه واحده ما تستطيع عليها ان تاتي كما اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، والله بارك الله سبحانه وتعالى له في عمله في وقته، نعم، نعم. اختاره الله سبحانه وتعالى بان يكون افضل نبي عليه الصلاه والسلام، اختار له هذا الدين، دين كامل ودين يختم به، نعم. اختار له افضل صحابه، افضل زوجات، افضل بلد. الأول أشرف الناس، أعلى الناس خلقاً عليه الصلاة والسلام، أشرف الناس نسباً، نعم، أفضل نسب كان للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، شرف النبي صلى الله عليه وسلم هو شرف للأمة، تكريم النبي صلى الله عليه وسلم تكريم لأمته، فهل بعد هذا لا تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تستن بسنته، لا تتمسك بها، نعم، بل لابد أن تفرح أن الله سبحانه وتعالى اختارك بأن تكون من أتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام، نعم. النبي عليه الصلاة والسلام هو أنصح الخلق للخلق عليه الصلاة والسلام، لا يوجد من ينصح للخلق أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. أعبد الناس، لا طريق إلى عبادة الله إلا عن طريق عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن نأتي بعبادة مساوية لعبادة النبي صلى الله عليه وسلم فضاعت بعبادة أكثر منها، لا بد أن تكون عبادتنا دائما دون عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لا يمكن لأحد أن يعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نزيد ولا ننقص من سنة عليه الصلاة والسلام،